سيادة المقدم عمرو، مداهمة مخزن سلاح للإخوان. متهيألي مفيش مأمورية في نفس الخطورة، سواء من ناحية توقيتها أو حتى من ناحية طبيعتها. إيه اللي حصل يا فندم؟ والله إحنا كنا في يوم الأربعاء الصبح، يوم 28/1، جات لنا معلومة إن في مخزن سلاح وبيتم الآن تحديد مكانه. بدأنا المأمورية بتاعتنا. دخلنا أنا وأربعة من زملائي، لسه كنا بنخبط على الباب، مجرد بس ان احنا مش عايزين نقلق لان ده بيت عيله، لان طفل صغير فتح لنا. بابا فين يا حبيبي؟ دقيقه واحده اديهولكم. كملتش الدقيقه وكان ضرب نار هستيري في كل حته. حتى مراته، يعني مراته بتقول له طب وقف ضرب النار، احنا خايفين الولاد مرعوبين. ما كانش بيقول لها غير كلمه واحده، اسكتي احنا في الجنه وهم في النار، واحنا مش عارفين نتخذ اي قرار عشان خاطر الاطفال والولاد اللي كانوا موجودين دول. لغايه ما في وسط ضرب النار فجاه لقيت انا الاثنين شايف بيهم، حرفيا الدنيا ظلمت. لقيت بقى سمعت بقى رهيصه تحت اسعاف بسرعه، واتنقلت على المستشفى المعدي العسكري. يعني ايه اصلا الرصاصه استقرت في مخ؟ المعنى اصلا نفسه كمان كان صعب عليا لما قريته. والله يا فندم دي يعني اقدر ربنا سبحانه وتعالى، دي في اولها وفي الاخر. القصه كلها ان انا اخذت 4 طلقات في وشي، تمام؟ الطلقه الاساسيه دي في العين اليمين، ودي الحمد لله خدت العين وراحت، ودي الطلقه اللي استقرت، هي دخلت من جوه العين استقرت تحت المخ بالظبط، وشظيه في او 3 شظايا في العين الشمال، مع فتح في الوش هنا، مع طلقه هنا، كان شويه حلوين. خلال مشوار العلاج او رحله العلاج الطويله نسبيا، هل جات لحضرتك اي لحظه ياس او فقدان للامل؟ انا زي ما بقول لحضرتك، يعني ربنا انعم علينا مثلا بمليون نعمه، فمجرد ان نعمه تروح ففي 999,000 موجودين، فربنا يبارك لنا في اللي باقي. وربنا كنت بدعي ربنا طبعا، يعني نعمه البصر نعمه جميله جدا ما بيقدرها الا اللي بتروح منه. الضلمه كانت بتخلي الحد كل واحد بيفكر ويقعد مع نفسه، انت تقريبا قاعد مع نفسك طول الوقت، انت مش شايف حد حواليك، فانت اوريدي عمال بتفكر طب انا هعمل ايه في اللي جاي، ترى اشوف ولادي ومراتي تاني، اشوف بنتي وهي بتكبر. كانت من احلى اللحظات طبعا، يعني كانت بتدي الواحد امل. الواحد بعد فتره لما بقى يشوف كويس، بعد مثلا حوالي 3-4 شهور كده بقى يشوف كويس، حاجة مدياك أمل. طب ربنا بيديك هدية بيقول لك يلا هتكمل وهتشوفه حتى لو بعين واحدة. بعد المواقف الصعبة ما بنبقاش زي قبلها. هل إصابة حضرتك كانت نقطة تحول إيجابية؟ ده ما كان شغلي كله سلاح وجري ومأموريات. لقيت نفسي داخل في مجال بتاع التكنولوجيا، وأنا لقيت نفسي حبه. والتطور تمام كان في الوقت ده كان سريع، فأنت عمال يعني جعان معلومات، فعمال بتاخدها واحدة ورا التانية. هو العظيم في حضرتك بتقوله ان زي ما حضرتك كنت مقاتل في الميدان، فانت بقيت كمان مقاتل في مجال التكنولوجيا، والاعظم ان ده بدا من الصفر. يعني انا اللي هتعلم من اول وجديد، مش مهم خلاص اللي فات فات، انا هبدا من اول وجديد، وبدات فيه وتفوقت فيه. يعني مش هنقول تفوقنا طبعا، في اساتذه موجودين معانا، بس قدرت اوصل لمرحله ان انا ابقى راضي عن نفسي ان انا مش مجرد واحد اتصاب وقعد على كده خلاص. لا انا هكمل وهحاول ابقى زي الناس دي. سياده المقدم، حضرتك علمتني درس مهم جدا. علمتني ان حياتي ما بتنتهيش غير في اللحظه اللي انا بقرر فيها اني مش هتعلم حاجه جديده. طول ما فيا نفس، طول ما عندي فرصه اتعلم، وطول ما عندي فرصه اخدم بلدي. شكرا ليك يا فندم على الدرس العظيم.